عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهاردة ان شاء الله يوم مختلف خالص، بس للعلم الفيديو سواء في سمك او ما فيش سمك هننزلوه. طبعا لو انت بتتفرج على الفيديو ده عايزينك تدعمنا بلايك برضو عشان الناس اللي اول مرة تشوفنا. اخوكم سامح الخوالقة من ضمنه. رايح النهاردة ان شاء الله هندور، رايح طبعا احنا هنا في دمنهور، رايح لاخ وصديق ليا اسمه ابو خالد، طلع معايا في اول فيديو صيد على القناة. وابو خالد المفروض ان هو هيقابلني على كوبري العوايل ان شاء الله، هناخدهم وهنروحهم المعدية، هنصطاد ان شاء الله على البوري. وده عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله، يوم ترحال في عشق. يوم ترحال ليه؟ لان احنا هنفطر على المية ان شاء الله، هنوري لكم مكان جميل باذن الله، بس تفاصيل المكان هنديها لكم مره واحده مش مع بعض دايما. طبعا دي الحاجه بتاعتي اهي، هنحطها ورا اهي. انا مش هحط شمسيه، هو الجو هوا النهارده، وده سادس اسبوع نطلع نصطاد فيه يكون الجو هوا. بس هناخد معايا ايه؟ كرسي، نأمنه على الكرسي كده والجرده. الكرسي موجود اهو، الجرده موجود والفرشه موجوده، نتوكل على الله ندور. انا بنجري عشان نلحق ابو خالد لان اتاخرت عليه. دور يا زوبه. زوبه ضرب، خليكم معانا لحد ما نوصل للعوائد ان شاء الله ونقابل ابو خالد. طبعا انا وابو خالد حسبنا الوقت بس نسينا نعمل حساب بايه؟ صلاه الجمعه. فأنا متأخر عليه كده طبعا، هو قاعد دلوقتي زمانه مش طايق نفسه، ربنا يستر بقى. بس أنا هنعمل عليه دخلة كويسة يعني، أول ما إيه؟ أول ما أقابله إن شاء الله. يلا يا أبو خالد، أنت فين أبو خالد؟ أنت فين أبو خالد؟ أبو خالد أهوت هنا ورا أهو، أهو قاعد أهو. طبعا هنلبسه. يا عم المواعيد ديت مش المواعيد ديت ايه يا عم المواعيد بتاعتك دي يا عم؟ مواعيدي مش مظبوطة ابدا. لا انت على طول كده تعمل فينا الحركات ديت. ايوه يا اخي. حبيبي كل سنة وانت طيب يا عمنا، عامل ايه؟ امال اخبارك ايه؟ الحمد لله ان شاء الله بخير يا رب دايما. يلا بينا. طبعا المكان ده يا جماعة اللي احنا فيه حاليا ده واللي رحلتنا فيه النهاردة، دي مزرعة توتو. ده سمك زي ما انتوا شايفينه. مزرعة توتو دي مصيد اسري، لو انت بتحب الصيد وحابب تقضي يوم انت واهلك، سواء بقى مراتك عيالك كلام من ده، بتيجي المزرعة بتقعد تصطاد، والسمك اللي انت بتصطاده بتدهولهم تخليهم ايه؟ يطبخوه، او لو مش عايز تطبخه تطبخه في بيتك عادي، بس لو عايز تقضي يوم هما بيطبخوا لك السمك. ولو ما خدت السمك هو بيصطاد لك سمك وبيطبخه لك وبتاع، بتقضي يوم كويس وبتصطاد. والسمك اللي انت بتصطاده بتحاسب عليه، تمام؟ البولتي ب 30 والبوري ب 50، تمام يا جماعه؟ هنقول لكم جميع الاسعار دلوقتي، بس انتوا خليكم معانا. استكبر لي، لو زاد معانا الميزان مفيش مشاكل. ايوه يعني ايوه، ما هو انا شايف اهو. بص هنا، هات لي الحته ديت. ايوه هي دي. ايوه هات لي برضو الحته ديت، هات اللي بره ديت. ايوه الله ينور عليك. ايوه ماشي. طبعا السمك اللي احنا نقيناه المفروض ان شاء الله هنفطروا بيه هنا،
القعدة الظريفة دي كده. أبو خالد بقى أخ وصديق كان عايز يقضي معايا يوم، فأنا إيه قلت لازم نقضي معاه اليوم ده. دي مزرعة كنا بنصطاد فيها، بس طبعا ما خدناش ولا سمكة. الهوا جامد زي ما انتوا شايفين، والسمكة بخت، ضربت كام سمكة لطش كده بس ما عرفتش نصورهم للأسف. المغرب أذن. خالد بقى بيشكر خالص في طريقة السمك ديت، فقلنا نجربها. الله كريم. دلوقتي احنا قاعدين في كافتيريا المزرعه. ايوه. والفطار النميس، البولت اللي ما اصطدناهوش. وده ايه ده؟ شوربه ايه دي؟ ده ده بلح، ده بلح. يلا خير، اتفضل. يلا اللهم لك صمت على رزقك، افطرت عليك توكلت بك امنت، ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الاجر يا ذا الفضل. طبعا والله احنا فعلا ما خدناش سمك، بس ايه اليوم اللي قضيناه يعني ما فيش زيه. اتفضلوا معانا بقى يا شباب، ان شاء الله ده اول فطار نفطره بره البيت السنه دي يعني. خالد طبعا انا ما نقدرش نتاخر عنه ولا عن عزومته الطيبه. وانا اول مره برضه. والله يلا اتفضلوا معانا. طبعا دي كده برضو نهاية الفيديو، يعني احنا هناكل بقى نهاية الفيديو. يلا الحمد لله رب العالمين، تتعوض ان شاء الله. طبعا يا جماعة احنا هنا مع استاذ حمدي صلاح، هو اللي ماسك الايه المطعم بتاع المزرعة. استاذ حمدي احنا عايزين ايه بنعملوا لك دعوة كده عن طريق قناة منوعات رحالة، اهلا وسهلا بيكم للناس ان اللي شاء هي الله. بتحب الصيد وجوها اسري وكلام من ده، وبتعشق الجو الاسري. طبعا مثلا ايه الناس اللي هي هتيجي مثلا هنا هتصطادوا بتاع الناس، طبعا انت فاهم عندنا هنا في مصر بيحبوا الاسعار وكلام من ده. تمام. انتوا مثلا البولتي عندكم هنا وضع ايه؟ الوضع ايه؟ الوضع الاتي، انت في المزرعه عندنا بتخش تصطاد، تمام، او انا بنجيب لك سمك تمام صادوه لك انت، تمام. البولتي عندنا ب 30، تمام، والبوري ب 50. والبوري ب 50، مالناش دعوه بره خالص يعني. احنا الايام دي السمك اغلى ما عندنا. ساعات يبقى في وقت السمك بره ارخص من عندنا، بس احنا سعرنا واحد بس ليها تسعيره. انت عايز تقول النهارده الايام دي احنا عندنا السمك هنا اغلى ولا ارخص؟ ارخص حاليا. انتوا عندكم ارخص من بره؟ طبعا. جميل، تمام. فاحنا عامه سعرنا ثابت طول السنه 30 بولتي 50 بوري. 50 بوري رخصت بقى نزلت، احنا ثابتين. مش بره عني يعني. جميل. هو انت جيت مثلا في وقت بره غالي بقى رزقك هنا. طيب بالنسبه بقى للطبخ، عشان ده المهم. الطبخ عندك الشاور مشوي، الشاور السمك المشوي ب 10، بتشوي ب 10، محشي سمك من فتح بطنه ونشي. وعندك السنجاري ب 15، زيت وليمون ب 15، 15 المقلي ب 15، 15 عندك الطاجن بنعمله ب 20، ب 20 طاجن اذا كان حنش او جمبري صبيت كده. عندك الخلطه برضو ب 20، خلطه اللي هو الجمبري برضو. والكابوريا برضو اللي هو الخلطه ب 20. ايوه. طب الرز ب 10، ايوه. السلطه ب 7، الاثنين ب 5، ايوه. اثنين ب 15، 15 ممكن نمشيها ب 5 لو الطبق صغير شويه مثلا. تمام. عندك قسط الميه ب 5 جنيه، تمام. الحاجه الساعه ب 5 جنيه، تمام. الشاي ب 5 جنيه، ايوه. كل حاجه عندي، المشاريب كلها 5 جنيه، 5 جنيه، اللي هو 5 جنيه. مفيش. يبقى دي دعوه يا جماعه اللي عايز يقضي. الله يحفظك يا رب. لا اللي انا عايز اقوله خالص، انا عايز اقوله حاجه. قول بس طفي لي الكشاف ده. ايوه. انا عايز اقوله حاجه ثانيه. ان ايا كان اسعار او بتاع، اهم حاجه الصنعه بتاعت الاكل. انت من امبارح وانت بتقول لي، بيقول لي ما حدش بيشوي سمك زيه في مصر هنا. انا فعلا كل اللي باخر اللي انا اخدت سمك من هنا، كل اللي كان عندي واكل منه قال لي السمك ده انت عامله فين يا عم؟ بألف هنا وشفا يا رب. الحمد لله رب العالمين. خلاص هو الحمد لله واصبرت في حفيه ملحوظه يعني. سمكتنا هنا في المنطقه دي، ايوه، طول عمرها حتى من زمان خالص، سنين اسمها المنطقه دي السمك البغاز، ميه البغاز. حتى داخله في الميه الحلوه زي رشيد. فتلاقي السمكه ليها حاجه خاصه كده. انا مش فعلا مش فعلا, فعلا 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 السمك هنا طعمها مختلف. اي سمكه من المزارع باي مكان ودوها عندي. لا بسم الله ما شاء الله، انا انبسطت من الاكل النهارده والله. هتعرف الفرق.
المهم المهم كده يا جماعه كل حاجه وضحت، ان انت ممكن تجيب عيالك وتيجي هنا تصطاد، والسمك اللي هتصطاده تديه هنا الجماعه يطبخوا لك، والاسعار احنا قلناها كده نهايه. محفوظه برضو. أي. عندي جمبري تمام بره تمام تمام، وعندي صبيت، وعندي سمكه موسى تمام، وعندي قروش، وعندي حنش تمام، الايام بنجيبه من بره. ايوه ايوه الجمبري. أيوة. في ايام بنجيبه من عندي من هنا تمام تمام تمام، في شهر 9 بنجيبه من عندي من عندك انت من هنا، انما طول السنه بنجيبه من بره. تصطادوا من الحوض دي بسم الله ما شاء الله بيعلم جمبري. عندك فيها مش بصيد بالصداره طبعا، لا ما انا عارف بشبك وبتاع وغزل. ايوه 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 انا مطلع قبل كده بالصناره بالصدفه بتبقى ملطوشه او حاجه، بتحصل غلطات كده بتيجي لطش. طب احنا مش عايزين نطول على الناس، ننهي الفيديو. دي نهايه الفيديو ان شاء الله يا جماعه. كان معاكم اخويا وحبيب ابو خالد استاذ حمدي، طبعا انا اخوكم سامح الخوالقه. دي كل حاجه عن مزرعه توتو يا جماعه اللي حابب يقضي يوم هنا، وان شاء الله قلنا لكم كل التفاصيل. قول لهم رقم التليفون بتاع المزرعه بقى يا عم، رقم تليفون المزرعه عشان خاطر ابو خالد حافظ. 012 02 3 3 3 6 5 2 9 6 5 2 9. ولينا صفحه على الفيسبوك. على الفيسبوك ماشي. السلام عليكم مع مزرعه توتو المعديه. ماشي يا حبيبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.